صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 27 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه. المادة الأولى: يعين السيد أحمد محمد أحمد محمد أحمد مديرا لإدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.